السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم مهندس علي ناصر. الفيديو ده هنوضح فيه أنواع استنباط النفخ. في فيديو سابق احنا اتكلمنا فيه عن عملية النفخ المنتجات البلاستيكية. العملية دي ببساطة بتتم عن طريق ان انت بيبقى في مكنة بصق او حقن بتنتج لك كيس بلاستيك بنسميه البارازون. البارازون دوت بيبقى كيس بلاستيك مجوف، غالبا بيكون مجوف، بيتم ضخ هواء داخله وبيضغط على البلاستيك دوت لغاية ما يوصل لجدار المنتج وتحصل على شكل المنتج المطلوب زي المنتج اللي احنا شايفينه ببساطة هنا. طيب طبعا هي العملية دي بتستخدم لإنتاج الأشكال البلاستيكية ذات السمك الصغير والمنتظم. عندنا المنتجات اللي ممكن تعملها زي يعني العبوات البلاستيك، معظم العبوات البلاستيك بتتعمل بالنفخ، لعب الأطفال، الباجات أو الجاجات، كل ده من منتجات الإيه؟ النفخ البلاستيك. وضحناها في فيديو سابق وقلنا إن عملية النفخ البلاستيك هي جاية في الأصل من عملية نفخ الزجاج. هنبدأ دلوقتي بقى نتكلم عن أنواع التشكيل بالنفخ، وفي نفس الوقت تعتبر أنواع الاستنباط التشكيل بالنفخ. عندنا النوع الأولاني هو البصق نفخ أو البصق الأول بعد كده النفخ، الإكستروشن بلو مولدينج. النوع الثاني الإنجكشن بلو مولدينج أو الحقن الأول وبعد كده النفخ. النوع الثالث اللي هو الستريتش بلو مولدينج اللي هو يعني تقريبا منبسط من الانجكشن بلو مولدينج، بس بنحطه في كاتيجوري لوحده. هنوضح الاختلافات ما بين كل عمليه والتانيه في سياق الفيديو باذن الله. الاول كده هنبدا بعمليه البصق ثم النفخ او الاكستروشن بلو مولدينج. نشوف فيديو كده تعريفي. دي الخامه بتاعتنا. الخامه ممكن تكون واخده اي لون انت عايزه. بيتم وضع الخامة داخل مكنة البصق، ومكنة البصق بتطلع لك البارازون أو الكيس البلاستيك اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ده كل ده مكنة بصق أنتجت البارازون أو كيس البلاستيك المجوف. تلاحظ إن النهاية بتاعته مفتوحة، تمام؟ لو بيحط في القالب وبيتعمل له ترم وبعد كده بينزل الكوربن ينفخ، بص هينزل الكوربن ينفخ الإيه الهواء لغاية ما تحصل للمنتج بتاعك. هكذا بتعمل ترم للزيادات اللي فوق ديت. هتقطع دلوقتي، هي بتبقى زيادات فوق في الرقبة وزيادات في القاع هي تحت برضو. شايفين السلوتات ديت هي الفلاش بوكت اللي انت عملتها في الاسطمبة بتاعتك. هنوضحها لما يجي نتكلم عن مكونات الاسطمبة قدام شوية. الحاجات الزيادة دي بتعمل لها ريسايكل تاني، يعني ما بتترميش كده. بقى انت وصلت للمنتج بتاعك، هو لسه فاضل مرحلة الترم. هشيل الترم بتاع الرقبة هنا، خلاص قطع الايه ووصل للمنتج النهائي بتاعه. ده كده ببساطة شكل العملية بتاعت البصق ثم النفخ. نتكلم عنها بقى بالتفصيل. ان انت في الاول بيبقى معاك هولو بارزون او كيس بلاستيك مجوف، النهايه بتاعته بتبقى مفتوحه. ده بيتم بصقه بشكل رأسي عن طريق مكنه البصق او الاكستروشن، وبيتم وضعه داخل قالب او قالبين فيهم تجويف بيمثل المنتج بتاعك. الاول بيتعمل ترم للزيادات اللي فوق بتاعت البارزون، وبعد كده بيخش الكوربين ينفخ جوه الكيس البلاستيك دوت لغايه ما توصل للمنتج بتاعك. هكذا تعمل ترم للاعلى والاسفل للاجزاء الزيادات. مميزات العمليه دي ان الانتاجيه بتاعتها عاليه. عيوبها حجم السكراب بتاعها كبير، ما بنقدرش نتحكم في سمك المنتج بشكل كبير. السايكل تايم تعتبر برضو بطيئه بالنسبة لإيه يعني بالمقارنة للعمليات الأخرى. إيه العمليات الأخرى دي؟ اللي هي الإنجكشن بلو مولدنج أو الستريتش بلو مولدنج. الخامات اللي دايما بنستخدمها مع العملية ديت الخامة زي السترين، بس متبقاش كويسة في الموضوع ده، موضوع البصق.
الخامة زي البولي بروبلين أو البولي كربونات أو الهاي دينستي بولي إسلين برضو كويسة جدا في موضوع البصق ثم النفخ. نوضح تاني العملية بشكل سريع، بيبقى في عندك مكنة بصق، في هوبر يتحط فيه الخامة، بعد كده يتكسر الخامة دي وتصهر، ينتج لك الهولو بارزون اللي بيبقى مفتوح، يخش داخل القالب، بيتعمل له تريم في المرحلة التانية من فوق ومن أسفل، وبعد كده يبدأ عملية النفخ للحصول على المنتج، وبعد كده يتقطع الزيادات العلوية والزيادات السفلية وتحصل على المنتج بتاعك. ده كده مراحل اللي بتتم في عملية الاكستروشن بلو مولدنج أو البصق ثم النفخ. نبدأ نشوف بقى العملية التانية. العملية التانية بتاعتنا هي عملية الحقن ثم النفخ. الأول بتعمل بيرفورم أو شكل ابتدائي للمنتج بتاعك، وبعد كده الشكل الابتدائي ده بيتم وضعه في اسطمبة تانية بتحتوي على الشكل النهائي للقالب. ليه بنعمل الكلام ده؟ طب هنوضح دلوقتي. الأول نشوف فيديو كده بيوضح لنا الموضوع دوت. دي مكنة حقن، هتحط هنا البلاستيك في الهوبر ويخش على الاكسترودر، يتم طحنه ويصهره وبعد كده حقنه داخل قالب ابتدائي. قالب ابتدائي اللي بنسميه بيرفورم عشان نحافظ على الرقبة بتاعتنا، الرقبة بتاعت المنتج ممكن يكون فيها ألوز عايز تنتجه بشكل يعني دقة عالية، فبتعمل الموضوع البرفورم ده الأول، بعد كده تاخد البرفورم ويتحط في قالب النهائي للمنتج. لاحظ هنا ان طول البارزون او كيس البلاستيك تقريبا طول المنتج، وبعد كده بيتم النفخ للوصول للمنتج بتاعك. نوضح بقى الموضوع ده بشكل تفصيلي شوية. انت الاول بتعمل بيرفورم شكل ابتدائي ليه؟ عشان تحافظ على سمك معين مختلف عن بقية سمك جدار المنتج، او رقبة فيها ألوز عايز تنتجها بدقة عالية، فبتكون موضوع الانجكشن بلو مولدنج ده الحقن ثم النفخ افضل من البصق في انتاج موضوع الالوز، لان هو بيدولك بدقة عالية. طبعا بيبقى فيه ليميتيشن للموضوع ده، يعني التخانة بتاعت الرقبة ممكن اقدر اتحكم فيها او الكنترول بتاعها دايما بيكون من 5 لـ10 سمك جدار المنتج، يعني ما بتزيدش عن كده ولا بتقل عن الموضوع دوت، فلازم الرقبة دي تكون من 5 لـ10 لجدار المنتج دوت. الكلام ده بنعمل عليه كنترول ازاي؟ عن طريق الاول انت بتعمل البرفورم فبتتحكم في السمك بتاع الرقبة العلوية، اما الجدار يطلع بقى اقل من الرقبة ديت. طيب نوضح برضو الموضوع بالتفصيل شوية. أول حاجة بيبقى عندك قالب ابتدائي بنسميه بيرفورم، تمام؟ القالب دوت بيبقى وظيفته إن إحنا عايزين ننتج، نحقن الأول، نحقن الرقبة تحتوي على لوز أو منتج بلاستيكي التخانة بتاعته مختلفة عن بقية التخانات. يعني مثلا على سبيل المثال عندك، عارفين الكورة بتاعت أو البلورة بتاعت السمك، في بلورة كده بتاعت السمك، البلورة ديت ممكن تلاقي فيها شفة، يعني لو وضحناها كده عشان الناس تاخد بالنا، بيبقى عندك في بلورة كده بتاعت سمك دايما بيبقى الشفة العلوية دي أضخم شوية من السطح الكروي ده، الجدار ده بيبقى سمكه أقل من جدار الشفة، فأنت عشان تعمل الشفة دي بسمك كبير والجدار ده بسمك قليل لازم الاول تكون عامل بيرفورم، تعمل بيرفورم وتحافظ على السمك ده. فالبيرفورم ده بنعمله عشان نحافظ على سمك كبير مختلف عن بقية الول سيكنس بتاع المنتج او الالوز. طيب بعد كده خد بالك برضو نقطة مهمة، ان البيرفورم في الانجكشن بلو مولدنج بيبقى تقريبا واخد الطول النهائي بتاع بتاع المنتج، بعد كده بيتم وضع البرفورم ده في اسطمبة التشكيل النهائي
يدخل الكور بين ويضخ هواء لغايه ما توصل لشكل المنتج النهائي. مميزات العمليه دي ان الرقبه بتكون دقتها عاليه، ممكن تعمل كنترول على سمك المنتج، مفيش علامه قطع يعني اسفل المنتج. يعني عندك في الاكستروشن بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه قص تريم لاسفل المنتج واعلى المنتج، هنا ما مش هتحتاج لان مش هيطلع لك سكريب. بس خد بالك ان الكوربن اللي بيخش عندك الكوربن ده بيعمل ضغط على الـ على الـ على القاع بتاع المنتج، فبتعلم شويه. ده ممكن تعتبرها من عيوب شويه، عيبه انه مكلف، بس برضو انه مميزاته ان السايكل تايم بتاعته كبير يعني سريعه عكس السايكل تايم بتاعت الاكستروجن. يعني مقيد برضو باحجام معينه لان انت بيبقى عندك ليميتيشن او قيود في موضوع الحقن نفخ او الاسترتش نفخ، هنتكلم عنها قدام شويه. الخامات المناسبه سترين والبولي بروبلين والبولي كربونات والهاي دينستي بولي اسلين، كل دول مناسبين. عايزين بقى نوضح نقطة يعني ممكن تسمعها كتير او في السوق فتاخد بالك منها. يقول لك ايه استنباط البرفورم. مش مهندس انت بتعرف تعمل استنباط برفورم؟ مش مهندس انت بتعرف تعمل استنباط بي اي تي؟ استنباط البرفورم، استنباط البي اي تي هو بيقصد بيها ايه؟ العملية اللي احنا شفناها من شوية اللي هي الانجيكشن بلو مولدينج، او ممكن تكون الانجكشن ستريتش، بس هنوضحها شويه موضوع الانجكشن ستريتش والفرق ما بين الانجكشن ستريتش او الستريتش بلو مولدنج والانجكشن بلو مولدنج هنوضحها. المهم يعني لما تسمع كلمه بيرفورم او البي اي تي بيقصد ان هو لازم يعمل الاول شكل ابتدائي اللي هو بيتسمى البيرفورم، وبعد كده بيتم نفخ المنتج بتاعك النهائي. طبعا العمليه دي زي ما وضحنا ان هي ميزتها ان انت بتوصل لرقبة او تعمل كنترول على السيكنس، رقبة بدقة عالية او كنترول على السيكنس. يبقى عملية البرفورم او استنباط البي اي تي هي مرحلتين، نفخ حقن الاول وبعد كده نفخ. تعال نشوف النوع الثالث من انواع النفخ البلاستيك وهو الستريتش بلو مولدنج، اللي هو النفخ بموضوع الستريتش. هنشوف ايه اللي بيحصل في الموضوع دوت. تعال نشوف فيديو كده، فيديو يوضح الموضوع ده. انت عندك في عملية الستريتش بلو مولدنج بيكون البارازون او كيس البلاستيك ناتج عن طريق حقن او اكستروشن، يعني ممكن يكون انجكشن او اكستروشن. بيعمل لك البارازون الاول البرفورم بتاعك، برضو بيتعمل برفورم عشان تحافظ على الرقبة، لاحظ ان الرقبة بقى كده بينزل البين كور ياخد الطول كله بتاع الايه بتاع المنتج ويتعمل عملية النفخ. فهي عملية شبيهة بالانجكشن بس يعني في شوية اختلافات بسيطة نوضحها دلوقتي. نشوف برضو فيديو كمان. الاول بنعمل البرفورم في عملية الاسترتش او الانجكشن، بعد كده بيخش البرفورم دوت داخل القالب. لاحظ بقى حاجة، انت عندك في الانجكشن بلو مولدنج بيكون الطول بتاع المنتج بتاع البرفورم يعني قريب من الطول بتاع الايه بتاع المنتج النهائي، اما هنا البرفورم بتاعك بيبقى اقصر من طول المنتج النهائي، وعن طريق البنكور يوم واخد الطول. بص هيحصل دلوقتي ايه، هنوضحها تاني. هينزل البنكور ياخد الطول النهائي الاول، بعد كده يتم نفخ او عمل الاسترتش على الجدار. فده فرق شوية ما بين موضوع الانجكشن بلو مولدنج والاسترتش. البرفورم في الانجكشن بيبقى طوله في البرفورم طالع قريب من الطول النهائي، اما هنا ما بيبقاش طول النهائي، بيبقى عن طريق البين كور بياخد الطول النهائي. وحاجه كمان ان انت عندك في الاستريتش بلو مولدنج البارازون او كيس البلاستيك ممكن يكون طالع من اكستروشن او انجكشن، لكن في الانجكشن طالع من انجكشن بس، انجكشن بلو مولدنج يعني
الاول انجكشن البرفورم بيتعمل بالانجكشن، اما هنا في الاسترتش البرفورم ممكن يتعمل بالاكستروشن او الانجكشن. وقلنا الفرق ان الاول بينزل البين كور ياخد الطول كله وبعد كده يبدا النفخ، اما هناك في الانجكشن بيبقى الطول اللي طالع بتاع البرفورم قريب من الطول النهائي. طيب هما عمليتين شبهين ببعض، اختلافات بسيطة زي اللي احنا وضحناها دلوقتي. هنوضح الموضوع بشكل مفسر اكتر. الاول بيبقى في يعني بنعمل البرفورم بتاعنا عن طريق الاكستروشن او الانجكشن، بعد كده بناخد البرفورم ده ونحطه في الاسطمبة النهائية، بينزل البنكور ياخد الطول النهائي يضغط على الكيس او البارزون لغاية ما ياخد الطول النهائي، والعملية دي بتسمى باي اكسيال اورينتيشن بلوم مولدنج، نفس المسمى هي الاسترتش بلوم مولدنج. بعد كده بيتم النفخ بقى وتوصل ايه للمنتج بتاعك، ونفس المميزات والعيوب بتاعت الانجكشن بلوم مولدنج هي نفس العيوب المميزات والعيوب بتاعت الاسترتش بلوم مولدنج. الخامات اللي بتستخدم هنا طبعا البي اي تي والبي بي، يعني من اشهر الخامات اللي بتستخدم مع الستريتش بلو مولدنج. احنا قلنا ان في ليميتيشن لموضوع الستريتش بلو مولدنج او والانجكشن برضو بلو مولدنج، في موضوع البلو ريشيو، يعني في نسبه للنفخ لازم تكون محافظ عليها، يعني كيس البلاستيك اللي انت عملته اللي هو البارازون القطر بتاعه وقطر المنتج او المولد ديامتر على البارزون ديامتر لازم يكون محقق لك رينج من 1.5 لـ3، لو اقل من كده او اكتر من كده ممكن يحصل معك قطع او يحصل معك مشاكل، فلازم تحافظ على ايه على البلو ريشيو ديت. وخد بالك ان انت عندك في الاسترتش بلو مولدنج بيبقى يعني البارزون او كيس البلاستيك بيتم يعني بيبقى داخل اثناء النفخ بيبقى محافظ على درجه حراره ثابته او كونستنت تمبريتشر يعني لكل خامه، يعني عندك مثلا البي بي بتحافظ على درجه حراره من 121 ل 136 سيليزيوس. ولازم تاخد بالك من موضوع الماكسيمم ستريتش ريشيو، كل خامه وليها ماكسيمم ستريت ريشيو، يعني من 1:6 لل 1:6 للبي بي، 1:16 بي اي تي، فبناخد بالنا من الموضوع ده عشان ما الخامة بتاعتك او المنتج ما يتقطعش كأنك بتنفخ في بالونة لغاية ما فرقعت، فتاخد بالك ان البالونة ليها يعني ليها حد يعني معين. فدي بعض الليميتيشن. نستعرض دلوقتي بعض الخامات اللي بتستخدم في نفخ البلاستيك. عندك تصنيفين كده، يعني لما تكون المنتج بتاعك اقل من 5 لتر، الجيركل مثلا او الوعاء بتاعك اقل من 5 لتر، بنستخدم اللو دينستي بولي اسلين او الهاي دينستي بولي اسلين او البولي بروبلين او البولي فينيل كلورايد او البين او البولي كلورايد، يعني مش عارف انطقها كويس، البي اي ان اي والبولي سترين. لو الخامه بتاعتك اكبر من 5 لتر عندك الهاي دينستي بوليسلين او البولي بروبلين او البي سي او البي او ام او البولي امايد، كل دول مناسبين لو الخامه بتاعتك اكبر من 5 لتر. هنتكلم دلوقتي بقى اخر حاجه نتكلم عنها مكونات اسطمبه النفخ. يعني اسطمبات النفخ من يعني تعتبر ابسط شويه من اسطمبات الحق. بيبقى عندك قالبين مجوفين بالتشكيل المنتج بتاعك المولد كافيتي، القالب ده والقالب ده التجويف بتاعهم بيمثل المنتج. وعندك في الجزء السفلي بتفتح فلاش بوكيت. فلاش بوكيت اللي احنا استعرضناها في عملية البسك، ارجع ورا شوية كده في الفيديو، كان في سلوتات دي عشان تسهل قطع الزوايد اللي هتطلع من المنتج، فبنعمل لها فلاش بوكيت سلوتات كده في المنتج. في عندك النيك رينج انسيرت، والقطر بتاعها بيبقى يعني اكبر شويه من قطر البارازون او كيس البلاستيك اللي هيخش هنا.
بعد كده ايه تاني اللي عندك؟ عندك الجوايد الاربع الوان حمر دول او المولدو جايد بينز، دول الجوايد بتاعتك، الجوايد والدلائل. وعندك التبريد في خلف الاسطمبة، خلف المنتج دوت اللي هو اللون الازرق. بعد كده بتحط بلاطات التثبيت. ده يعني معظم التفاصيل اللي هتلاقيها في اسطمبة النفخ. يعني كده احنا الفيديو بتاعنا انتهى، واتمنى يكون الفيديو مفيد، وباذن الله نتقابل في فيديوهات اخرى. كان معاكم مهندس علي ناصر، تحياتي.